70 عاماً ولا زال الحاج أمين أبو عرب ينتظر العودة لبيته في بلدة صفوريا في الداخل المحتل. أبو عرب الذي يقطن اليوم في الناصرة حاول نقل ما حدث مع عائلته عشية تهجيره من أرضه. الرواية كانت حاضرة في معرض قول يطير حول الذاكرة والرواية الفلسطينية. ومع كل أسف ضوعنا جزء كبير من تاريخنا الشفوي والاحتفاظ بالرواية تبعتنا ونقلها بأماني لأجيالنا القادمة، هذا يعتبر عمل وطني من الطراز الأول. وإلى جانب رواية أبو عرب عرضت العشرات من الروايات، بعضها شفهية وأخرى مكتوبة، وذلك في إطار معرض قول يطير الذي افتتح في متحف درويش برام الله بتنفيذ من مؤسسة الرواة للدراسات والأبحاث وبالشراكة مع دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة البيت الدنماركي ومؤسسة النشر. إحنا هنا قلنا إنه إحنا جمعنا قصص حوالي 115 رواية شفوية حتى الآن، بدينا المشروع ب 2012 وإحنا الآن في 2017 جمعنا كل هذا العدد من الروايات اللي هي بدينا ندور عن ناس ونبحث عمن يتذكر، لأنه ممكن نلاقي ناس كبار في السن ولكن ما بتذكروا أو لا سمح الله عندهم ألزهايمر. إحنا بدنا الناس اللي بتذكروا وذاكرتهم سليمة واللي بتذكروا ماذا حدث، كيف حدث، بأية أدوات حدث، لأنه هذا هو اللي لازم يكون جزء من روايتنا الفلسطينية اللي هي بالطبيعة هي بتكشف زيف الرواية الصهيونية ببساطة اللي هي منتشرة عبر العالم. ويرى الكثيرون أهمية في عقد مثل هذه المعارض، بخاصة في ظل محاولات الاحتلال طمس الهوية العربية وتشويه التاريخ والتراث الوطني. هذه المعارض مهمة جدا لأنه في هناك صراع على سرقة رواية الفلسطيني وسرقة التراث الفلسطيني. وصلت السرقة الصهيونية لتراث الشعب الفلسطيني، ملابسه، غذاؤه، هي محاولة من الإسرائيليين ومن الصهاينة أقصد بالتحديد لطمس هوية هذا الشعب وكأنه لم يكن لا في الزمان ولا في المكان. فلسطين هي بلد الحضارة، ولذلك كل السياسة الإسرائيلية العنصرية تقوم على طمس هذا التاريخ وطمس مكوناته التفصيلية، حتى أنها اعتدت على اللباس وعلى العادات وعلى بما فيها بعض المأكولات، دليل على أنه معركتنا هي ليست معركة أرض فقط، هي معركة أرض وإنسان ومعركة ثقافة. يذكر أن معارض قول يطير يروي حكايات المهجرين الفلسطينيين عام 48 بشكل فني، عنوانه من العبارات الشعبية المعروفة، ويشير إلى تداول الحكاية بين الأجيال المختلفة، ويتكون المعرض من شهادات لمن عاشوا الترحيل القسري عام 48. لتلفزيون وطن، فارس المالكي.